خليل شيرة حنون ويدوب معقول ولد ولا أنطع منها تفننوا فيها جربناها مع الخبز المسلسل أي شيء خفيف ناعم تناسق النكهات ولأن ناطق حنين كانوا يقدمونها بيوت المعاريس أو بيوت العيد سميناها خبيص والسفليه كريسبي وحنين الشكر والهيل والزعفران الدرابين الكويتية الهشة الخفيفة غورميه كويتي غورميه كويتي ولا أروع من كذي ماكو أحلى من الحلو والحلو ياكل حلو خنين شيرة حنون ويذوب وماكو مثل حلوياتنا الكويتية اللي تحلي الريج وتطيب الخاطر مزجناها بأفكار جديدة تزيد من حلاتها ونقدمها لكم بطريقة مزهلقة وراقية غورميه كويتي يبنى حلوياتنا الكويتية الأصيلة ودمجناها مع أطباق عالمية معروفة هي ما بين البرتقالة والليمونة والبوملي قشرتها متينة بيضة نحب نطبخها مع الشكر والهيل والزعفران جربناها مع الخبز المسمسم بس هالمرة بنسفرها معانا وين بنوديها لندن مربى لترني السكونز من المأكولات أو المخبوزات الإنجليزية هي ما بين الخبزة والبسكوتة عادة تقدم على الريوق أو على الأفترنون تي ويقدم وياها إضافة الكريمة والمربى اليوم حبيت أسويها بنكهة كويتية وأضيف عليها الزعفران والهيل وبدال ما نحط المربى التوت أو الفراولة اليوم حبيت أحط وياها مربى لترني عندنا 3.5 كوب طحين كوب كامل حليب أنا ذوبت فيه أوريدي الزعفران عندي 100 جرام زبدة ملعقة كبيرة حطيت كريمة ملعقة صغيرة حطيت فيها بيكنج باودر عندنا الهيل ملعقة صغيرة وبيضة واحدة وثلث كوب سكر وعندي بيض مخفوق وفي عندي زعفران حسب الكمية اللي تحبونها تقدرون تضيفون فيها الزعفران لأن أنا أوريدي حطيت الزعفران ذوبت مع الحليب فأنا حطيت كمية تقريبا أقدر أقول هي يمكن نص قفشة أو ربع قفشة زعفران راح نخلط أول شيء المواد الجافة مع بعض وبعدين ندخل عليها المواد السائلة ونعينها وبعدين راح نوريكم شلون راح يكون شكلها نطبخها مع الشكر والهيل والزعفران بلقيس العيار صاحبة مخبوزات بي باسكت وصار لي 5 سنين في مجال المخبوزات أنا من محبين المخبوزات وايد فحبيت أجرب في البيت وبديت في البيت وحسيت بجمال العينة وأنا أخبزها بإيدي وأحس فيها بإيدي واستمتعت فيها وحبيت أطور هذا الشيء ورحت وخذيت كورسات في تركيا معروفة مخبوزاتهم
ومعروفة أنواع المعجنات مالتهم. سافرت رحت لندن، خذيت لي كورسات متقطعة هناك، وبنفس الوقت علمت نفسي بنفسي، دخلت التكنيك اللي تعلمته بأشياء جديدة، دخلتها ويا شغلي وبديت أطلع أشياء جديدة بطريقتي أنا بالأشياء اللي أنا أحبها. فعندنا أول شيء طحين، اللي هو 3.5 أكواب طحين، السكر، وعندي البيكنج باودر، الهيل، والزعفران. بعد ما خلطناهم أحاول أسوي شوية فتحة أو حفرة بالنص، وراح أنزل عليها الزبدة، والزبدة لازم تكون باردة طالعة من الثلاجة. نحطها بالنص ونذوبها بالكامل أو نفتفتها بالكامل مع الطحين. فراح أحط الطحين عليها بهذه الطريقة وابتدي أفتت الزبدة لغاية ما تندمج كلها بالكامل مع الطحين. ذابت الزبدة كلها بالكامل داخل الطحين. الحين نفس الشيء راح أسوي حفرة بالنص، وراح أبتدي أنزل عليها المواد السائلة. راح أنزل البيضة، أحط الكريمة، وبعدها راح أنزل الحليب اللي أنا مذوبة معاه الزعفران. وأنا أحب أخلي، يعني ما أصفي الحليب من شعر الزعفران، أنا أحب شعر الزعفران يظل موجود لغاية ما تبتدي تصير شوي ناشفة. أبتدي أشتغل فيها بإيدي على أساس أتأكد أن كل المكونات اختلطت وذابت معها. فإذا الطحين شوي ناشف تقدرون تزيدون شوية حليب، لأن كل من طحين للثاني يختلف، فيفضل حسب السمونة. أنا حطيت كوب حليب، أقدر أضيف زيادة وأقدر أقلل، فأنا ممكن أبتدي 3/4 الكوب وأرد أزيد 1/4 كوب زيادة، وإذا شفت فيه أنه هو محتاج زيادة ممكن أزيده. فالطحين وش كثر يشرب الحليب مع الطحين، هني أنا أقدر أتحكم فيه. كريسبي خميل. ماكو أحلى من الحلو. شلون نسوي صب القفشة قرمه وقرمه، يعني شنو دواق؟ والحلو ياكل حلو. وصفتنا اليوم من قرمه كويتي ماغوطة كيك. شوي راح أغش اليوم بالوصفة، راح أحط شوية نشا عشان تمسك بسرعة. فرنسي قلبنا كويتي، والكويتي قلبنا فرنسي. نكهات حلوة متجانسة مع بعض، وراح تعطيكم أحلى مذاق. غيروا المكان وغيروا الفرن، راح تبتدون تفشلون مرة ثانية وتعدلون لما تضبط وياكم. حاولوا أنكم تجربون أكثر من مرة عشان تعرفون تكنيك فرنكم. هذه أفضل شيء حق خبز الكلير، لأن كل من طحين للثاني يختلف. ليش قاعدة أسوي هذه الطريقة؟ طريقة الفولدينج هي مو سالفة أني أنا أحوسة كنا شوربة. حتى لو نوتيلا أضيف لها نشا تدخل الفرن عادي. لما نشوفه بالشكل، بالتقديم، بالطعم، هو جزء كبير من الاستمتاع فيها. خنين، شيرة، حنون، ويذوب. قرمي كويتي. قرمي كويتي. ولا أروع من كذي. علينا عليكم. حالياً إحنا عجننا المكونات كلها مع بعض، راح نطلعها من الماعون ونفرشها على السطحة. لأنها عجينة لينة، فأنا أفضل دائماً إن أنا أحط طحين تحتها على أساس ما تلزق معي، وأنزل العجينة عليها، وبنفس الوقت أبتدي أفردها بإيدي. ما تحتاج إن أنا أفردها بفرادة، هي عجينة سهلة لينة، فأشكلها بشكل مستطيل بهذه الطريقة.
أتأكد أن هي متساوية وأبتدي أقطعها بالقطاعة. القطاعة بالنسبة لي حسب الحجم اللي أنتوا تحبونه، أنا أفضل لا هي وايد كبيرة ولا هي صغيرة، فأبتدي أقطع واحدة واحدة وأحطها بالصينية. لأن العجينة لينة فدايما أفضل أن القطاعة يكون طرفها في طحين أساس تطلع معاي السكونز بسهالة بالطريقة هذه. باجي العجينة أرد أعجنها مرة ثانية أقدر، وأرد أقطعها وتكون معاي مجموعة حلوة. بعد ما أخلص راح نحط عليها الايج ووش اللي هو البيض المخفوق اللي أنا سويته. تحبين تضيفين مع البيض المخفوق، تحبين تضيفين شوية حليب، تحبين تحطين شوية فانيلا، حسب أنت ما تحبين. الحين بعد ما قطعنا السكونز راح نحط عليه البيض وهو مخفوق، نمسح عليه على وجهه فقط طبقة صغيرة، وراح ندخله الفرن على درجة حرارة 180 لمدة 20 دقيقة. وهذه آخر مرحلة في عمل السكونز، ويدخل الفرن بعدها على طول. ماكو ألذ ولا أنطع منها. وما زلت أجرب وأطلع وأتعلم تكنيكس يدد وأشوف وأقرأ، وهي اللي أعطتني هذه الخبرة كلها. بهالمجال أنا توسعت فيه، ولأني أحب قعدة البيت فأنا سويت شغلي كله وأنا في بيتي وبمكاني بين أهلي وبين عائلتي، وبنفس الوقت مستمتعة في اللي أنا قاعدة أسويه. أي شيء خفيف وناعم بنسوي قرمي. طلعنا السكونز الحين من الفرن، متحمش، شكله ينن، ريحة الهيل والزعفران طاغية ووايد مرتب وحلو شكله. طبعاً السكونز يعني أو أي أكلة تحبون تأكلونها، البرزنتيشن حقها أو التقديم حقها راح يكون هو جزء كبير من الاستمتاع فيها. فعلشان أنا أحط السكونز لازم أحطه بطريقة مرتبة، أقدمه بطريقة حلوة علشان أعرف أستمتع فيه وتلذذ فيه. فراح أصفه بالماعون. واحدة واحدة. وراح أقدم وياه المربى. فأنا حطيت مربى التريني فيها الهيل والزعفران. والكريمة خليتها مثل ما هي بطريقة الانجريدينز الإنجليزية. ودمجتهم اثنينهم مع بعض. أنا قلت لكم من أول إن السكونز هي ما بين الخبزة والبسكوتة، فلو تشوفونها وتشوفون ما أدري إذا تبين بالكاميرا، بس لو تشوفونها راح تشوفون إن فيها شعر الهيل وريحة الزعفران فيها وايد عجيبة. وراح نجربها بطريقة إن إحنا نحط الكريمة فيها، أنا أحب الكريمة وايد، وبعدين مربى التريني. ترش فوقها وياريت تجربونها وتعطوني رايكم فيها. وبالعافية. ماكو أحلى من الحلو. والحلو يأكل حلو. حنين شيرة حنون ويذوب.